نحن لماذا نشد على أيدي السيد مقتدى الصدر للذهاب باتجاه تشكيل حكومة أغلبية وطنية؟ لأن هذه الحكومة هي أول البوادر إلى إسقاط هذا النظام السياسي الذي كبت على رقاب العراقيين وحصل ما حصل. ولكن يا سيد مخلد ما يحدث الآن هو حرب شيعية متوقعة ولم تكن بعيدة عن القراءات السياسية. يعني هل سيترتب على إثر ذلك يعني أنا ربما قراءات جديدة؟ حرب شيعية وإنما حرب مصالح. ولكن هنالك سياسات يعني قالوا بأنها حرب واقتتال شيعي ويتركز في المحافظة الجنوبية فقط. أنا أود أن أسألك على ماذا سيترتب أو ما الذي سيترتب إثر هذه الخلافات؟ هل هنالك قراءات جديدة وكيف من الممكن أن تصنف هذا النزاع في العمارة بالذات؟ هل هو حرب شوارع؟ يعني سيدتي نعم هي أشبه بحرب شوارع، هو إرهاب من نوع آخر. يعني نحن نتكلم عندما تكلمنا عن إرهاب داعش فهذا إرهاب من نوع آخر، وهذا يجب أن يطبق عليه المادة 4 إرهاب. يجب أن يتم إلقاء القبض والبحث وتفعيل مصادر المعلومة داخل الجهاز الأمني في هذه المحافظات، وعندما يلقى القبض على عتاد هؤلاء المجرمين يجب أن لا يبقوا في هذه المحافظة وأن ينفذوا عليهم القضاء أو بعض المحاضر التحقيقية. يجب أن ينقلوا إلى بغداد في 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 مجالس تحقيقية خاصة هنا في بغداد لكي يبتعدوا عن هذه المحافظة أو يبتعدوا عن المحاباه والوساطات التي ممكن أن تعمل على هذا الموضوع. سيدتي المخدرات مافيا، الجريمة المنظمة مافيا، عندما يتم إلقاء القبض على أي شخص من هؤلاء من قياداتهم فإن أكيد هنالك ستكون عملية ردة فعل على المؤسسة الأمنية، وهذا ما رأيناه عند محاولة اغتيال ضابط، محاولة اغتيال اغتيال ضابط واغتيال قاضي. يعني هذا الموضوع ليس سهلا، يجب أن تكون هنالك إرادة حقيقية للحكومة هذه أو الحكومة المستقبلية في تفعيل الدور الأمني واستخباراتي وفرض سطوة الدولة وفرض سطوة القانون على هؤلاء، وبالتالي لكي يستشعر المواطن الأمان وأن يعيش في كنف هذه الدولة بأمان. نعم أستاذ مخلد.